متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم، والتي نبدأها من آخر صور للأقمار الاصطناعية الملتقطة فوق المملكة، تقريبا تشير إلى خلو سماء المملكة نهار هذا اليوم من تواجد هام للسحب والغيوم الممطرة واستقرار تقريبا عام على الوجه. وبعض السحب العالية دخلت إلى المناطق الشمالية من المملكة وهي سحب غير ممطرة بشكل عام. إذن ما زالت بحمد الله المؤشرات تشير وتدعم إلى وجود حالة ماطرة في المملكة اعتبارا من نهاية هذا الأسبوع، وستمتد لفترة طويلة نسبيا نوعا ما فوق المملكة. وطبعا الحالة الماطرة تبدأ مساء يوم الأربعاء وليلة الأربعاء للخميس. طبعا هناك تدفق لتيارات هوائية رطبة للغاية كانت مرافقة لحالة مدارية أثرت على الصومال على شكل إعصار من الدرجة الثالثة، وتلاشى ذلك الإعصار، لكن تبعات الرطوبة المدارية يتوقع أن تدخل إلى أجواء المملكة تدريجيا مع ساعات نهاية هذا الأسبوع أو مع نهاية هذا الأسبوع، تلاقي ذلك مع اندفاع لهواء بارد قادم من المناطق الشمالية. كل ذلك سيؤدي بمشيئة الله تعالى إلى تشكل اضطرابات جوية وحالة من عدم الاستقرار الجوي ذات تعتبر واسعة النطاق تؤثر على المناطق الغربية والوسطى والأجزاء الشمالية الشرقية من المملكة. في حال أخذنا صورة أقرب لتأثيرات هذه الحالة الجوية القوية، يعتقد أنه مع ساعات فجر يوم الخميس تبدأ أمطار رعدية غزيرة بالهطول على المنطقة الغربية من المملكة، ربما تطال مدينة جدة، تمتد لاحقا إلى الأجزاء الجنوبية الغربية وبعض المناطق الغربية بما فيها مرتفعات الطائف، أجزاء واسعة من مكة المكرمة ومرتفعات جنوب غرب المملكة. لاحقا خلال ساعات مساء يوم الخميس تبدأ بعض الزخات للأمطار تمتد شرقا لتصل إلى الرياض والدوادمي والقصيم وحتى ربما أجزاء من حائل، ويومي الجمعة والسبت تمتد هذه الحزم الممطرة ذات الزخات الغزيرة إلى أكثر مناطق شرقا وشمال شرقا، وتتسع رقعة المناطق المتأثرة بهذه الحالة الماطرة. بحسب آخر المؤشرات لدينا في طقس عربي، يعتقد أن هذه الحالة الماطرة ستطول بمشيئة الله تعالى وتشمل مناطق مختلفة ولها ارتدادات تعاود تأثيرها على المملكة مرات ومرات خلال على ما هو مقبل خلال الأسبوع والأسبوعين المقبلين. إذا عدنا لأحوال الطقس اليوم وهذه الليلة، الأجواء مستقرة طبعا تماما خلال 48 ساعة القادمة. الأجواء حتى أنها تقريبا غالبا صافية في العاصمة الرياض، درجة الحرارة الصغرى 13 درجة مئوية. تحدثنا خلال الأيام الماضية هناك تراجع متوقع على درجات الحرارة في العاصمة الرياض وعموم المناطق الوسطى. سنشعر بأن الطقس نوعا ما في ساعات الليل المتأخرة بارد في بعض المناطق ويستدعي لبس الملابس الثقيلة بشكل عام. غدا الأجواء مستقرة في مختلف ومعظم مناطق المملكة بمشيئة الله تعالى. نتعرف على درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا والصغرى الليلة التي تلي القادمة بدءا من شمال المملكة. نبدأها من سكاكا من 22 إلى 12، وفي عرار من 21 إلى 12، وفي تبوك من 24 إلى 10 درجات مئوية. المناطق الوسطى من المملكة تكون في مكة المكرمة من 34 إلى 23، في الطائف من 28 إلى 15، في جدة من 32 إلى 22، وفي المدينة المنورة من 30 إلى 18 درجة مئوية. المناطق الجنوبية الغربية في الباحة من 24 إلى 17، في أبها من 25 إلى 11، وفي جازان من 31 درجة مئوية في ساعات النهار، والصغرى 26 درجة مئوية. أما المناطق الشرقية في الإحساء من 24 إلى 10 درجات مئوية، 25 إلى 14 في الدمام، كما نلاحظ في الإحساء تراجع واضح في درجات الحرارة الصغرى، في حفر الباطن من 22 إلى 12 درجة مئوية. تقريبا معظم مناطق المملكة في ساعات الليل بدأت الأجواء تميل أكثر للبرودة، كما نلاحظ حتى في العاصمة الرياض من 23 نهارا أجواء نستطيع أن نقول أنها معتدلة الحرارة في ساعات النهار، لكنها في ساعات الليل تقريبا 13 درجة مئوية مائلة للبرودة. في القصيم من 22 إلى 13 وفي بريدة تحديدا، أما في حائل من 21 درجة مئوية في ساعات النهار، أما الصغرى في ساعات الليل إلى 10 درجات مئوية. أتشوق إلى أن أريكم الطقس في الثلاثة أيام القادمة، خاصة للأهل في الرياض، لأن توقعات الثلاثة أيام القادمة تحتوي على توقعات الأمطار بمشيئة الله تعالى مساء يوم الخميس المقبل. وبالتالي نتطلع إلى أن هذه الحالة الماطرة بمشيئة الله تعالى تشمل أجزاء من الرياض ومناطق مختلفة من مناطق الوسطى، لكن بعد يوم الخميس. غدا الثلاثاء 23-13، كما تحدثنا الأربعاء 24-13، أجواء تقريبا لا تغيير أساسي. تراجع واضح يوم الخميس على صفاء الأجواء، تصبح مغبرة
25 نهارا، لكن مع ساعات الليل تتهيئ الفرص لهطول زخات رعدية من الأمطار مع ساعات متأخرة من الليل بمشيئة الله تعالى. طبعا تفاصيل أوفى بشأن الحالة الماطرة وتحديثات متتالية عبر تطبيقنا تطبيق تخص العرب أو حتى موقعنا الإلكتروني arabiaweather.com، ويمكنكم أيضا متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي ليصلكم كل ما هو جديد بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.